نعم كوثر، يعني هي القمة الثانية في غضون 10 أيام فقط تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملك البحرين في حيث كانت هناك قمة في مدينة شرم الشيخ قبل نحو 10 أيام، جمعت الرئيس السيسي بالملك حمد بن عيسى الخليفة، وكذلك أيضا في إطار قمة ثلاثية مصرية بحرينية أردنية، تلك القمة التي بحثت مختلف الجوانب في العلاقات الثنائية وكذلك أيضا الملفات ذات الاهتمام المشترك. اليوم يكمل الرئيس السيسي مباحثاته مع ملك البحرين فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية والانتقال إلى علاقات استراتيجية أكبر، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو مختلف مجالات التعاون ما بين البلدين. لكن العنوان الأبرز في تلك الزيارة هو ملفات العمل العربية المشترك ومزيد من التنسيق ما بين الدول العربية. الملاحظ خلال الفترة الأخيرة العديد من الزيارات ويعني جدول الأعمال المليء بالزيارات والمباحثات ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي. خلال الفترة الماضية وعلى نحو 2 أسبوع فقط كانت هناك زيارة لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وكذلك أيضا القمة المصرية البحرينية الأردنية التي كانت في شرم الشيخ، وكذلك أيضا زيارة وزير خارجية دولة الإمارات وزيارة أمير قطر إلى القاهرة. كل هذه اللقاءات واليوم تستكمل بتلك المباحثات المصرية البحرينية هناك في البحرين. تلك الزيارات هي تعمل في الأساس على تنسيق أطر العمل العربية المشترك، لما يعني في العلاقات المصرية البحرينية من أهمية لتعزيز التنسيق فيما يتعلق بالمنطقة العربية وخاصة التنسيق الأمني وكذلك أيضا التنسيق الاقتصادي في ظل التوترات الأخيرة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العربي ونتيجة التوترات والأزمة الروسية الأوكرانية. هناك تنسيق كامل ما بين الدولتين وخاصة فيما يتعلق بالتمهيد والتنسيق للملفات المرتقب طرحها على القمة المرتقبة في المملكة العربية السعودية ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن. وبالتالي هناك تنسيق يتضح من خلال تلك البيانات والمؤتمرات الصحفية التي جاءت ما بين الرئيس المصري وأشقائه من قادة الدول العربية، يتضح فيها التنسيق ما بين الدول العربية لترتيب الأولويات فيما يتعلق بتلك القمة ومزيدا من التنسيق لإعادة الاستقرار للمنطقة بشكل أساسي كما يتضح في تلك البيانات، وكذلك أيضا التنسيق فيما يتعلق بتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية اقتصاديا بشكل خاص. هناك يعني علاقات ترتقي بشكل واضح خلال الفترة الماضية ما بين مصر والبحرين والتي ارتقت فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري الذي يعني وصل إلى نحو $1 مليار بزيادة تخطت 128% في خلال عام واحد، بعدما كان حجم التبادل التجاري قد وصل إلى $400 مليون فقط في العام 2021. وبالتالي هذا التنسيق وهذه الزيارات تعمل فيها الأساس على التنسيق الأطر والعمل العربي المشترك وما يتعلق بشكل خاص في الجانب الاقتصادي ما بين الدول العربية. نعم.